اهلين وسهلين الغزي ولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. كنتمنى يا ربي. المهم البنات ما تديوش عليا، باقي ما طلعتش لي تيشورت ديالي، باقي ما طلعتش التريكوات ديالي، ما طلعت غير هندوتو من لاكاب باسكو تبدل الحال ولا صد 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 انسوبورتابل. يعني فريمون ما كنخرج في هاد الايامات. غادي تكونوا شفتوا من العنوان البنات، المغال ديالي طايح، ما نفشلكمش من الاول. المهم ديجا نفكركم في واحد الحاجه من الاول. الاول هو انني فسيت عندي دايره لكم واحد السولت لطيله شهر رمضان ان شاء الله، فيه الجديد، فيه كل شيء لي موديل غزالين وكل شيء عندكم في السيت السولت حتى ل 50%. يعني كاين لي زارتيكل اللي فيهم 10% 20% 30% 40% و 50% البنات، بلا كود برومو بلا والو، عندكم السولت ديريكت. المهم اللي بغات شي حاجه في لي زاكسيسوار راه ما كيكشفوش، لا سي انوكسيدابل وكل شيء. المهم سمحوا لي البنات طالعه لكم بهذه الحاله، البارح ما درتش فيديو كنت عيانه و تو سامبلومون بحال الا انا بالنسبه لي مشوهه من وجهي، ما يمكنش امبوسيبل كيغيلف. يعني انا باش نشوف راسي في الدار ما حملاش راسي. وانتوكا غادي نوري لكم، ولكن ماشي دابا، ماشي من الاول نغيلفكم، يعني حتى تابيتيو بوتي تابزيت وعاد نهبط لكم. سمحوا لي قلت لكم جبت لكم على الحوايج باسكو جي با دي تيشورت نورمال، داكشي اللي كان عندي كي راه في اللافاج، والماكينه ما لقيتش معاها الحل، بزاف التخربيقات. حالتي ما نعاود لكمش، كنت جامعه الدار كامله وهذا، ودابا راني شويه انيرفي، وهذا اللي جبرت حدايا البنات كيمشي بحال هكذا. سي فريمون ديزولي، حيت باقي انا الفيديو غادي نحطو يكون رمضان باقي، يعني باقي النهار ديال الصيام. سي بور سا جو في ايساي مادام كان بان ندير له بحال هكذا وصافي، حتى نطلع ان شاء الله التيشورتات وديك الشهر بدا يسخن الحال. سايي شنو بغيت نقول لكم، داري مجموعه، كلشي مجموعه هذا، ولكن كان سفريه البنات من واحد الحاجه، هو الماكينه ما لقيتلهاش الحل. واحد المراه كتبت لي، وقيلا سميتها بشرى الا ما خفت نكذب، الا كتشوفي الفيديو عافاك خلي لي النمره ديالك، باسكو قالت لي انا عندي نفس الماكينه بحالك، وإلا بغيتي نوري لك انا ساكنه هي حداك، الا ساكنه هي حدايا بعدا تجي لعندي وتوري لي، ولا مشي عندها توري لي كيما بغات، وتحط لي التليفون ديالها باش نتواصل معاها، حيت ايبانغليت في الفيديو اللي فات ايبانغليت الميساج ديالها وجاوبتها مي ما شافتش. المهم اي بنت عندها هاد الماكينه اللي غادي نوري لكم راه عندها نفسها، تقولها لي تحط لي التليفون ديالها باش نعيط لها ودير معايا كاميرا، ولو توريني كيفاش نستعملها باسكو ساي جوني اسي، بغيت نرجعها ولكن عندي بزاف ديال اللانج. انتما البنات بقاو معايا، هاد الفيديو ما غاديش يكون فيه هاد الشيء بيان سور، غنوري لكم داكشي اللي وقع فيا وسبب شنو كان السبب اللي وقع فيا هذاك الشيء. وفغيمو ما حملاش راسي نكذب عليكم، مشيت كندير شويه ديال الفيغنيس بيعاتي، قشرت لهم انا يا الضفر، وما بقيتش حامله، يعني مني درت الميناج بزاف وديك التخربيق تهرسوا لي الضفرين. الوغ شوفوا كي حالو حالتهم، رجليا باغاي، فغيمو ما بقيتش حامله راسي. وهاد غادي تكونوا حاسين بديك لو سونتيمون اللي حاسه به، الكوفوره كاينه كلشي كاين، مي الوقت ما عنديش والستريس وبزاف ديال الحاجات. المهم خايفه على صحتي، خايفه على راسي، كذوب على الله حرام. وليت واخا كنرتاح كنفكر، يعني وليت واخا مرتاحه ولكن بحال الا تقولوا كندير شي حاجه يعني عيانه. المنظر اللي كنت باغا نيفيتي هو هذا المنظر، هذا نتاع الحوايج يبقاو لي هنايا كيف كتشوفوا. هادو البنات نشرتهم انايا في السلك اللي كيمشي في الشرجم، انا اللي نشرتهم، كل حاجه نشرتها بوحديتها. وعندي هنايا لاكويت، شوفوا طلعت هذا مازال من الكراج، ولاكويت كانت كتقطل ليا لو عملت لي سيرفيت بارتير، الدنيا كلها بخوبخ، ولكن هذا المنظر كيشوه الدار. هاد لاكويت هادي البنات كانت عندي هادي شحال في الكراج باسكو كبيره بزاف، كانت على الماكينه اللي عندي، وهاد الماكينه 10 كيلو ونص بحراء البنات خدتها لي هي شويه. نورمالمون عملت لها المود نتاع اللافاج، وعملت لها زعما تسيشي مي ابخي ما بغات تسيشيها، وكانت مويه ودرتها كتقطر. انا ما نكذبش عليكم زعما ما عرفتهاش وي تنشف، مي فريمون سوي ديغوتي او ماكسيموم. دابا نديكم معايا البنات تشوفوا لكم اللي كاين. مهم نديكم معايا الماكينه البنات، هي هادي ديال سامسونج ياكو، كنتمنى البنات تكون عندكم بحالها، هي ماكينه وكتنشف وميم طون، ندير هكذا باش تشوفوها، ماكينه وكتنشف وميم طون البنات صافي، ديال 10 كيلو ونص، والنشافه ديالها هي ديال 6 كيلو. ها هو الكود ديالها بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يعرفوا واش بحال ديالهم، اللي غيقولوا لي شوفوا في اليوتيوب راني شفتها البنات شفت، ولكن ما جبرتش هذا الموديل.
2020 باقي جديد يعني، ما بحال الا نقولوا ما هضروش عليه. وقيل هذا هو الموديل البنات. اش غنقول لكم، مني كنشعلوا بحال هكذا هانتوما نورمالمون باش ندير مثلا هذا ايكونومي زعما كي il dure 2h45. عندهم السوايع كبار فهمتوا بزاف، يعني بحال الا بغيت هذا المود هذا غادي نكليكي هنايا بزاف وصافي غادي يتشعل. سينو الا بغيت ندير سيش لانج قالوا لك كتمشي هنا كديري اوف اوتو اولا 30 مينوت زعما وكتشوفي شنو غادي يعطيك. نشوفي شحال غادي يعطي لنا. كيعطيني بهذا نتاع ايكو 6 كيلو ماكسيموم، ولكن في هاد 6 كيلو راه ما كيديرش غير سيش لانج. المشكله انا في نظري ما كيديرش غير سيش لانج، كيعطيني بانيو تما ولا سانت وهادشي ولو سانت ما عرفتش شنو المعنى ديالو. باسكو اون فوا كنوريك البنات كيبقى يغسل اون فيت كنحس بالماء كيجبدو ماشي كيدير الايسوغاج اون فيت بحال الا كيدير. ما فهمتش البنات والله ما فهمت. اللي عارفه كيفاش نخدم السيش لانج نهار اللي كنبغي السيش لانج بوحدها، اللي عارفه كيفاش نخدم السيش لانج بوحدها تعتقني تحط لي التليفون ديالها مع الكومونتير ديالها. خد النمره ونمسح لا 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 الكومونتير، خي نشوف النمره ديالك غادي نمسح الكومونتير. فوالا البنات هانتوما هو هذا، وما عارفاش كيفاش نخدم هذا. دابا ويلا درت اوكي سيش لانج 6 كيلو ولكن 3 سوايع و27 اسكو سي نورمال اسكو سي نورمال وزعما ايكونومي وما عرفتش واش بصح ايكونومي ولا لا. هذا راه عرفت يعني كيدير 1400 دورة وهذا زعما ما عرفتش قيل واش كيدير الصابون ولا ما عرفتش شنو هذا المعنى ديالو. مي فوالا باقي كنفهم لها وباقي كندير بشويه بشويه. هانتوما البنات طلعت من لاكاف الله من الكراج طلعت واحد الساك اخر نتاع التصبين، عندي تما جوج اخرين، كان عندي الصابون بزاف حيت الماكينه الاخرى ما كانت كترفد لي والو. اون توكا فوالا هي كبيره زوينه عجبتني حتى في المنظر زوينه خيتو. مي ابخي الا ما صدقتش معايا في كل شيء الوغ ما يمكن ليش. وعافاكم الا عارفه شي وحده شي حاجه تخلي لي النمره اترجاكم. المهم حلاوات ابار سا يعني اش غنقول لكم. البارح تقولوا لي علاش ما مشيتيش للفرماسيون ولا المهم حتى نوري لكم وتفهموا. البارح كنت باغا نمشي للفرماسيون نلقى الحل لهذا الشيء. بوغ لانستو كندير غير الفيتادين، هادشي اللي كندير. لو سول تروك اللي كينشف كنحس به كينشف ونصحتني به واحد البنت سميتها دليله، تحيه ليها من هنا. هي المهم البارح كان طاغ عيانه، كنت عيانه بزاف، عندي المغالغين تاع نشد لي بليد، كناخد معايا لي بليد هنا وكنت تكا وكنتفرج لا سيري ديالي. هذا هو المغال اللي عندي. ما بغيتش نديكوراجيكم ولكن الحاله لله، لو كور ديالي كيطلب مني انني نرتاح. انا يا والو يعني من هادي لهادي الا لاحظتوا من هادي لهادي حتى حاجه ما ساليتهاش. الكوزينه باقي ما ساليتهاش، ماشي الغونجمون، الغونجمون ساليتو ولكن هذاك الغونجمون هو اللي هدني. ولكن كنهضر لكم على لا كولور بلونش باقي ما كملتهاش، يعني فريمون من هادي لهادي من الدار من قنت بقنت كل شيء درتو وما ارتحيتش، وشويه كانت فريمون صعيبه عليا. وان فات انايا ما بغيتش نرتاح، مي لو كور ديالي وصل لواحد المرحله انه ما يقدش. صافي لي كوموند باغاي، راني خرجت البارح لي كوموند وباقي لي نسخور اللي غادي نخرجو ان شاء الله لاندي فهمتوا. فوالا المهم مع اش نقول لكم. المهم كان واحد العيان تاع لو كور ديالي اللي طرطق لي في وجهي ودار لي شي حاجات لي غاب لي. انايا انا شخصيا كنغاردي الماسك البنات، لا مورات بغيتو يشوفني هكذا، لا انا بغيت نشوف راسي هكذا، لا غيان. ما عرفتش كيفاش نطلع لكم في الفيديو ونبقى نهضر معكم بالماسك، مي نوريكم ولكن صراحه حشمانه وجيم با، مي خاصني نوري لكم باسكو توت فاصو حتى نتوما عندكم الحق تشوفوا. المهم هنايا شنو كنت كندير البارح كيف غادي تشوفوا. جي غوسيكم كادو في تيرموميكس هذا زوين، صيفطوا لي كادو اللي ترو ترو بو في لي غوسيت غزالين، حمقني هذا الكتاب. غادي نشرح لكم يمكن اكثر مني نكون كنخدم في تيرموميكس وهذا وتشوفوا معايا. وشديت لاجوندا بحال هكذايا وشديت لو ليفغ ماروكان ديالي حتى هو ديال تيرموميكس اللي فيه بزاف ديال لي غوسيت ماروكان بزاف بزاف. الوغ بديت كندير لاجوندا نتاع الاكل البنات لي
سمحوا لي البنات اللي كيقولوا لي حنان بارطاجي معنا الاكل الصحي والريجيم اللي كديري، والله ما درت عاد مازال شي ريجيم ولا غيان دوتو، ما درت والو، كناكل هكذا الماكله ولكن ماشي بزاف صراحه، ما عرفتش واش نقصت ولا لا، ولكن ما كناكلش بزاف كيف قلت لكم، مع جاني المرض هكذا ايتو، سمحوا لي البنات مع التيشيرت سيتي موفيز ايدي، ولكن ما والله ما عنديش وحده، كلشي خاصهم يتبنوا. اي كيف قلت لكم بديت درت لاندي درت مغدي ميركودي جودي، ولكن حطيت هنا بلوزور بلا، بلوزور بلا في لاندي، بلوزور بلا في مغدي، بلوزور بلا في ميركودي، وباقي ما ساليتش وهي تشدني السخفه وانا نطالونجا، يعني ما قديتش نكمل فهمتوا. سينو السيمانه اللي كانت قبل منو على ديك ديال الريجيم هي هذه اللي بغيت نقلها، ما عرفتش نكون كتبتهم مزيان بالفرنسي ولا لا، المهم ما تضحكوش، اللي بغات تنقل تنقل هي هذه البنات اللي كنت متبعه فيها الريجيم هذه، باش غادي طيحي لي كيلو. هذه نورمالمون كديريها الا قديتي ديري هذا الريجيم هذا راه كطيحي لي كيلو، كيف غادي تشوفوا ما عرفتش واش تفهموا الخط واش كاتباه مزيان ديجا فهمتوا، مي ما بقيتش دايره هذا، باش انا دابا في رمضان خاص بنادم ياكل مزيان، ما نقدرش ندير هذه السيستيم هذه. الو فلاندي مثلا دابا انا لاندي، ولكن انا كنبريباري قبل دايره هنايا كانيلوني و ايبينار على ريكوتا، هذوك لي بات اللي كيكونوا دايرين بحال 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 التيويات هذوك كبارين كتعمريهم من داخل مزيونين، هذوك كومبلا كاين هنايا بولي ولي دو كوكو نوي سوتي وليغوم، هذا اللي شاكه فيه بغيت نجربو اللي كيشاكه فيه، وعندي هنايا لي نوغيت دو بولي بوري دو باتات دوس غادي يجي فن هذا. سينو في مغدي مشجلعو تاني بولي تندوري غي او بيستاج غوسيت انديا، عندي لتحت منها عاوتاني اختيار اخر نتاع بوتي سالي و لونتي، يعني العدس باللحيمات والسوسيس، عندي هنايا سوب دو ليغوم حمقتني واحد الحريره صحيه البنات، هي حريره ولكن الخضره وكتدوريها حتى هي مي الخضره وديك شي صحيه 100%، وهي اللي غنبارطاجي معكم في الفيديو اللي غندير لكم غدا، حيت بغيت ندير البطبوط ديالي، بغيت ندير البغيك، بغيت ندير بزاف د الحاجات اللي ما درتهمش في هذا رمضان، بغيت نديرهم على داكشي اليوم خاصني نخلي له هادشي تحضيرات، وغدا اللي غنبارطاجي معكم التحضيرات صافي. المهم هنا كنوجد، ومني كنوجد بحال هكذا البنات كيبان لي الافون شنو غادي نطيب، ودابا نيت غادي نبارطاجي معكم واحد الاكله اللي درتها غير خفا ندارفا خفا زربا، حيت البارح مني خرجت مع ديك فيغ 6 لا الخمسة ونص ديت بيل بوال مع لا بوست قبل ما تسد ديت لي كوموند والبواغولي، الوغ كملت المشيه للكغون فخي قديت كاع الخضره اللي خاصني اللي تالات، راكم عارفين السيمانه دابا ديال رمضان ولا اكثر الخضره كتقاده لي فخوي باغايتو، خديت كلشي والجزار كنت درتو قبل صافي، عندي كلشي في الدار اليوم نقدر ندير لي بريباراسيون ديالي ترونكيل فهمتوني، الوغ سي بور سا ديروا لي كورس ديالكم مثلا اليوم، سيرو خدي الخضره ديالك الفليفله وديكشي ننصحك الفلفله الكفته الدجاج كلشي يكون عندك في الدار طون، وغدا نتلاقاو في فيديو اللي غيكون واعر غادي تشوفوا نتوما بكري، حيت انا خاصني نصوره اليوم نديرو اليوم وانتوما غدا ديروه فريمون غايجيكم بنين وكاع رجالاتكم يقولوا لكم زوين، باسكو مورا دي حمق عليهم هاد الاكلات هادو وخفافين، وسورتو سورتو كنصح بيه لي تونيزيان ولي الجيريان باش يجربوا الاكل ديالنا فريمون، غادي تهبلوا عليه وغادي يهبلوا عليه رجالاتكم ووليداتكم اوسي، ما علينا الله يقدرني نديرها قبل ما نسبق الهضره بوغيا. دابا البنات نوجد معكم واحد الاكله، مني كتدخلي من برا وكتكوني مزروبه وخاصك نورمالمون حنا الجمعه كناخذوا فيه دي بيتزا حدا كولونتا دائما عندنا نهار ديال البيتزا، مي البنات دابا رمضان ونسيت كولونتا، الوغ دخلت خفا زربان درت واحد البلا اللي غزال جا فن فن فن، غادي نخليكم تشوفوه وندوزو نوريكم شنو وقع فيا وكيفاش وقع لي وعلاش وقع لي، يلا غزالات فوالا الحلاوات ديالي، نوجدو الطبق ديالنا الشهي الشهي جدا، المهم خديت واحد البلا اللي مشى تو بلا كيف غادي تشوفو كيدخل الفران، عندي هنا البطاطا هاد البطاطا خديتها غالية بدايوغ من الكغون فخي البواطا فيهم الوحدة دايرة 3 أورو 49 كنظن،
علين تقريبا 3 أورو 50 الباكيه وحده. الو عندي جوج ماكسيموم نقولوا 6 اورو شي حاجه اون فادير كوم سا، ولكن سسخا في ميزو حسن ما نشري واحد البلا من الزنقه اللي غيكوتي لي 60 اورو. فوالا خديت البطاطس غيره اللي غادي طيب لي بقشورها، يعني تيلمو دخلت معطله ما كانش عندي الوقت، يعني فريمون ما كانش عندي الوقت. اول حاجه غادي نديروها هي نديرو الكورياند اولا قزبر معدنوس والثومه. انا عندي ديك الخليط اللي وجدت لكم في تحضيرات رمضان ديجا اللي فيه القزبر المعدنوس والثومه ودرتو، ما عنديش القزبر. المهم درت المعدنوس والثومه، درت عليهم جوج فصين ديال الثومه زدتهم عاد باش ينكهو، ودرت شويه التحميره شويه ديال الملحه شويه ديال الكمون وشويه ديال الفلفل الحار. هادشي اللي عملته البنات، وزدت شويه ديال البزار في الاخر. ثاني حاجه شنو هي؟ هي الزيت البلديه، عملت واحد المقدار نتاع 30 غرام هكذاك، المهم واحد شويه. ومن بعد غادي نضيفوا عليها شويه ديال الماء غير الجد اللي غادي طيب فيه واللي غادي نشرملو فيها البطاطا ديالنا ولي كوت دوفو. انا لي كوت دوفو اون جينيرال كنديرهم في المقله. بغيت نجرب لكم البطاطا نقول لكم باش تقشروها. شوفوا ما فيهاش ما تقشر، يعني فريمون الجلده ديالها رقيقه بزاف، يعني واخا تبغي تقشريها ما عندكش ما تقشر، غير هي كيخصها طيب باش تجي طون يعني كدوب في الفم، فهمتوا؟ زوينه الصراحه. خديت لو بلا ديالي، هاد لو بلا حتى نهضر لكم عليه مره اخرى اللي عجبلها وكبير صراحه كيرفد. غادي ندير له البابي كويسون، خفت لا يطبع لي فيه التحميره. صافي المهم كيف كتشوفوا دغمرت البطاطا، هي احسن الا وجدتوهم قبل وتخليهم كتغمر هي واللحم، سي ميو يعني المذاق كله يدخل فيهم، العطريه كامله تدخل فيهم. كيف كتشوفوا درت البلا، حطيت البطاطا ديالي بحال هكذا ونفس الدغميره اللي تمايا نفسها غادي ندغمر فيها لي كوت دوفو. غادي ندير شحال درت ديال لي كوت؟ ثلاثة ديال لي كوت دوفو، ولكن كبار. نتوما الا كانوا عندكم دي كوتلات ولا لي فيلي نتاع اللحم ولا اللي كان عندكم اللحم شنو ما يعني دغيا كيطيب، ولكن ماشي اللحم القاسح، فهمتوا؟ ماشي ديك اللحم اللي كيطيب غير في المرقه وبزاف ديال الحاجات، شي اللحم اللي كيكون يعني كاليتي زوينه ودغيا كيطيب. انا كنجيبو من الكزه اللي وريت لكم في الفيديو ديال البارح، فريمون اللحم ديالو غزال. قولوا له غير جينا محانا شانيل يتهلا فيكم يعطيكم اللحم فريمون غزال، اصلا عنده اللحم غزال، مي كنقول لكم دو بلوس زعما. فوالا المهم انا كندير البلاصه هنايا لثلاثه ديال لي كود باسكو فريمون كبار، وحتى الطاوه عندي كبيره. فوالا كيف كتشوفوا صافي هكذا البنات، غير شويه ديال العطريه ماشي بزاف، والاكل صحي صحي 100%. اللي بغات تاكل صحي، اللي بغات تاكل حاجه مزيانه فريمون مخير كاع. صافي كنصايب البطاطا باش كل شيء يطيب، من بعد كنضيف ديك الدغميره وكنزيد شويه ديال المرقه فين غادي يطيب البطاطا، فهمتوا؟ خاصها تطيب، واللحم بيان سور غير شويه باسكو اللحم من بعد غادي يطلق لاكغيس ديالو، واخا انه ما فيهش بزاف ديال لاكغيس يعني ما غاديش يطلق غون شوز. صافي كنزيد عليه شويه ديال المليحه شويه التحميره شويه ديال الكمون، هادشي اللي زدت غير باش نخلي له النكهه ونخلي له المذاق في الاخر. صافي بالنسبه لدابا غادي نغطي عاوتاني بالبابي كويسون ومن بعد البابي الومنيوم هكذايا، والفران عندي سخون على 180 درجه من التحت ومن الفوق، وغادي ندخلو هكذاك واحد 20 دقيقه 25 دقيقه، المهم على ما البطاطا ديالي نحس بها بلي مخيره والمرقه راه كتطلق، داك الساعه بقاو تقلبوها فهمتوا. مني غادي يطيب لكم من هاد الجهه تحمر لكم، حلوا لها البابي الومنيوم وقلبوا البطاطا ديالكم، ومن بعد صافي حيدوا البابي الومنيوم في اللحظه الاخيره باش يتحمر كلشي. وندوزو دابا نديرو شلاضه، شلاضه صحيه 100%. هنايا غادي نخلطوا الشلاضه البنات، الشلاضه البنات اللي سولوني على هاد الصلاديه، هاد الصلاديه قديمه عندي، كنت خديتها في واحد السولد من كارفور، كارفور ديال فلان، البنات اللي ساكنين قراب للفلان، كارفور ديال فلان كنت لقيتها اوليو ديال 40 ولا 30 اورو خديتها واقيلا غير ب 10 اورو، هي وعندها الغطايه ديالها ديال العود من الفوق، فنه، كديري فيها لي بات، ديري فيها سلاد، ديري فيها اللي عجبك. فوالا غزي ولاد كيف قلت لكم، دابا عندي هنايا ميلونج ديال الشلاضه، كتعجبني انا الشلاضه هكذا مقطعه ديجا وكلشي، وخديت الفجل في اللوان، الفجل ياك كيقولوا له الفجل ياك، والمهم، وخديت هاد لي طوماط كوكتيل، بصح نيت غاليين هاد لي طوماط كوكتيل اللي كيكونوا كحلين شويه ومدورين، كيكونوا هكذاك فيغ 10 اورو الكيلو، هذا كناخذ شويه الكميه اللي كناكلها في الشلاضه، مي فغيمون سي سوبر بيان، للصحه ديالنا وفيها فيتامينات كثار، وسادون واحد لوكو في الشلاضه ما نعاودلكمش. وثاني حاجه عملت الخيار، وثالث حاجه البنات هو هاد لانغريديو هذا اللي مهم جدا ديروه في الشلاضه، الثومه البنات، الثومه ولكن مفوره ولا ماشي مفوره ولكن طايبه هي هكذا بواحد الطريقه كيقولوا لها لاي نواغ او لا الثومه السوداء، كتكون حلوه البنات تقدري تاكليها بحال البومبو، ما عندهاش علاقه بالثومه،
النسمه لا علاقه، المذاق لا علاقه، كناخذ واحد جوج الفصوص هكذا كحلين. طريقه التحضير تقدروا تلقاوها عند الكوريين ولا الشناوا ولا لي فرونسي ولا في اليوتيوب، مي سينو انا كنشريها من لو غون فري. كندير جوج فصوص فغيمو فيها فيتامينات كثار وما كيلاحظوهاش كاع بلي توما، وما غاديش تعرف فيها كاع بلي توما ملي كتاكليها. صافي وحلوه كتجي. وكسميتو هنايا كندير لافوكا عاوتاني حتى هي ديال الشلا، يعني كنقولوا حلوه وزوينه ولكن قاصحه ماشي طايبه. صافي وغادي نقلب على لي زونيون فري، راهم عندي في الثلاجه خاصين ديال الشلاضه، فنين هاد لي زونيون فري. انا كناخذ حويجاتي من لو غون فري، كندون هادو خديتهم من لو غون فري، سينو راه خديتهم من كارفور وحده فيهم. هنايا عندي لو فروماج فيتا، غادي ندير شويه الفرماج، يعني سلاد صحيه 100% البنات وخفيفه ظريفه. هاد الاكل صحي بيان سور، الانسان كما كان غادي يكون ياكل هي بحال هكذا يا صحي غادي ينقص في الوزن، سورتو في رمضان يعني ما كناكلوش نهار كله، منين نجيو ناكلو حاجه صحيه راه نقصوا في الوزن. هنا كندير واحد الفيلي ديال زيت الزيتون، ومن بعد غادي ندير شويه ديال الخل ديال ناد المغرب هذا، شويه وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، ما نكثرش الملحه باش ما نصدقوا في الكوليسترول. المهم شويه ديال الملحه شويه ديال البزار غير شويه النكهه. صافي زيدي لي ايرب دو بروفونس الا كيعجبوك، ولا لا سيبوليت ولا اللي بغيتي، انا اكتفي بهذا الاقدر وصافي. والشلاضه ديالي كتكون واجده. من بعد البلا ديالي غادي نوريه لكم دابا، فريمون كيجي خفيف ظريف، وكنتمنى انه تجربوه وتردوا عليا الاخبار. وكلشي صحي في هذا البلا، ودابا يخليكم مع الطبق التقديم. هانتوما الحلاوه ديالي، لو بلاطو ديالي حيت كنا حطينا كنادن حطيت شلاضه كانوا كياكلوا. وهنايا البنات كنوري لكم باللي كلشي طاب، اللحم ديالي تو وكيجي بنين بنين ما تصوروش البنات، كتدخل يدك يدخل فيه غاوه، واللحم كذلك جاو لي كوت بنان تقولوا درتهم على الباربيكو. فريمون جربوها البنات على حسابي، فنا لا غوسيت. الحلاوات انا رجعت معاكم. كي دايرين؟ كي بقيتو؟ كنتمنى تكون عجبات لكم، كنتمنى تكون عجبات لكم لا غوسيت، باسكو فريمون خفيفه ظريفه افيك ان سالاد، وكل شيء كيكون فرحان وكل شيء زوين، فهمتوا؟ كتجي زوينه وجات بنينه 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 بزاف. صافي الغزولات من هاد الناحيه، ودابا جاء الحين اللي غادي نوري لكم شنو عندي في فمي. عافاكم البنات، ما بغيتش ديمون اللي كيفيكسيو باسكو هادشي ماشي غيبقى لديما، ولكن وجهي حاليا مشوه ناري. والله ما قد دابا غنبكي يا البنات، حاشاكم حاشاكم. حاشاكم البنات، كنتمنى ما ديروهاش مني قلة صواب. البارح كان بيغ كوسا الوغ ما بغيتش نكثر لكم بزاف، جاري با لو فوا، اقسم لكم يمين الله الا جاريف با صافي. مال دو شيان ان مال كو جي جامي فريمون جلي سونتي ان مال بلوس كو سا، مي فوالا يعني كيدير لي مال وكياكل كياكلك وكيعمل لك نشف هنا، ما قدرش نشوفه الصراحه نكذب عليكم ما قدرش. جو سي البنات اللي ما يقدروش يشوفوه جو كومبرون، مي جوست با دو ميساج لي غادي فيكسيو بنادم باسكو فريمون ماشي 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 لخاطري تشوفا، يعني نقول لكم هادشي باش خرج لي قلت الراحه لو ستريس. واخا راكي مرتاحه ولا الونجي وكتفكري في الخدمه اللي تابعاك، كتفكري في الدار خاصك تكملي هادي وخاصك ديري هادي وخاصك ديري هادي، تيلمو لو ستريس لو كور ديالي لي تي فاتيغي. ما حد ما سمعتش لو كور ديالي، الحاجه الوحيده اللي دار هو خرجها لي في الجسم ديالي، يعني طرطقات اون فيت. وفين طرطقات لقات هاد البلاصه هذا فين طرطقات، كانت ممكن طرطق في اي بلاصه كان غادي يكون غاف كتر فهمتوا، الو طرطقات ليكم كواس خانه. في الاول كنت قلت يمكن شي حاجه لي ابخي لي ريغل باسكو كنت عندي لي ريغل، قلت زعما يمكن جاتني في ديك 3 ايام الاخريه ديال لي ريغل ولا يومين الاخريه تما فين بدات كتجيني. اي ابخي مع كان كيدير لي واحد المال كبير، ومن بعد جابت لي السخانه، جبت لي سخانه وكنت الونجي ما قد ندير والو فريمون ما كنتش مزيان. الوغ جو مسوي دي هذا مرض، يعني مرض اون فيت مرض، حيت فريمون الراحه ما خديتهاش، لو كور ديالي فاتيغي طرطق لي هادشي فمي. وراكم شفتوهم كي كانوا مورمين وحمرين، وراه من بعد كانوا الله يحفظ شنقول كيطرطقوا وكبار كتر. والله يعطيها الخير الاخت دليله
راه كنحسبها بحال صديقه ديالي ظريفه الله يعمرها دار، نصحتني وقالت لي ديري البيتادين حيت ولدها كيطرطقوا له ديما، ودرت البيتادين وهو اللي نشف شويه. اما راه كنت نسفري وشاك فوا كندير البيتادين ما كنقدرش نهضر بحال هكذا، كنبقى نهضر هي هكذا واحد الان ما كنقدرش نضحك، وفريمون علاني يكونوا عندي لي سيغ نتو مون جو سوي فاتيغي معاهم، ما كندير غير دو تو ميم لا كريم ميم لو سيرون ديالي ديال الوجه والله ما كنديرو، ميم بوغ لافي الوجه كندير هي هكذا من هنايا، كنقدش نوصلو هنا باش ما يرطابوش ويرجعوا لي عاوتاني كي كانوا. جي سوفير مي على الله يمشيو البنات اللي غايقولوا لي فارماسيان، والله ما قديت نمشي. البارح مني مشيت للكغون فخي وقفت بغيت نمشي للفارماسيان ما كايناش البلاصه فين كاغي، كانت الساعه علينا الكوفغ فو الوغ جو مو سوي الي جو مو سوي دي سي بون سيري حتى الغد ليه ولا هذا، ودابا انا ما كنخرجش بزاف وخاصني ناخذ ديك لا كريم على ود لي سيكاتريس باسكو فريمون هادشي راسي غاف، راه مني غادي يمشي راه يخلي لي لي سيكاتريس هنا 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 وعندي باقي كيطرطق هنا ودابا نشفتو. سمحوا لي البنات جو سوي فريمون نافون جو سوي فريمون ديزولي، ولكن ضروري كان خاصني نوري لكم ما عندي ما ندير يعني امبوسيبل امبوسيبل خصني نهضر معاكم بحال هكذا غاف. المهم ما قدرش نستحملو جو سوي فريمون ديزولي ما قدرش نستحملو، عارفه بلي كاينين الناس اللي مساكن مشوهين خلقا كثر، ولكن هذيك خلق الله بنادم يحمد ربي وشكرو، ولكن ماشي السبب هما هما فهمتو، يعني انا في هذا انا السبب باسكو انا اللي ما عطيتش الراحه الكافيه للجسم ديالي، انا يلي لو كور ديالي عيان وانا عاد كنزيد نسهر مع مع الخدمه وديك الشيء، الانسان يخدم الصباح ويدير كان خاصني نعرف انت اورغانيزا. مي فوالا غزولات هذا ما كنكثرش عليكم اكثر من هكذا، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم بزاف ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم، ويا ربي الا عجبكم لا فيديو نيزيتي با ديروا لي لايك باسكو ماشي دائما الانسان كيكون في لي توبيتا ديالو، ماشي دائما الانسان يكون مزوق ويكون زوين، يعني كيطيح الانسان في الحالات اللي كيكون مريض كيكون ما يقدش مثلا بحال هاد لاطيت هادي الا شفتوها يعني ما تلقاو فيها اوكان غولاسيون مع الجمال ولا السعاده ولا باسكو فريمون سا تيت لي فاتيغي اوجوردي، هاد الوجه هذا راه عيا لو كور ديالي عيا مرض تو سامبلومون، يقدر يكون وقع في حاجه اخرى مي جاتني في وجهي سي با غاف الانسان اوغوزمون راه حنا في واحد لا بيريود اللي كنديرو فيها الماسك، ما عمرني بغيت الماسك حتى لهاد النهار جامي سوبورتيت الماسك، مي دابا كنخرج به في الدار قلت لكم كنديرو باش باش نهبط غير حاجاكم لابوبيل خاصني ماسك باسكو ما راضياش بهاد ليطا هادي الصراحه ما عجبانيش، الحمد لله على جميع الاحوال ولكن ما مغايلف اون فيت كيتغايلف ماشي شي ايطا اللي عاديه، هادي ولا شفتيها عند بنادم غادي تغايلف سي سا تغايلف صافو دي غادي تقلع لك قلبك تشوف يدير لك قلبك صافي. و سينو ابار سا عافاكم البنات على ود الماكينه ما تنساونيش عافاكم اترجاكم تقولوا لي حنا رديها وتهني، انا بغيت نردها مني وريت لكم ديك الساك اللي طلعت قلت غادي نغسل اللانج ديالي كامل نغسلو ونجرب كاع ديك لي سيستيم اللي فيها ونشوف شكون اللي غيصدق، الا ما صدق حتى واحد انا كنغسل فيها عندي بيريود دي ساين تاع 15 جوغ غادي نغسل فيها نقي كاع اللانج ديالي نحيدو عليا ويكون باقي لي غير شويه وداك الساعه نقول لهم يجيو ياخذوها وناخذ شي وحده اخرى فهمتوني، حيت انا الماكينه ديالي راني عطيتها فهمتو، كنشوف الاخت نهال الحبيبه ديالي كتقول لي صيفطيها لي، والله حبيبه ديالي لو كان كنت غادي نصيفطها لو كان صيفطها ميم لماما، راه ما يمكنليش انا ما بقاش عندي الجهد ناخذ شي حاجه ولا انا كان جا عندي السيد اللي ركب لي الموبل هو اللي عطيتها له فهمتو، دهانيت معاه ديطاشاها هو صايب لي ديك الماء سدو هو، انا ما كنفهمش في هذا الشيء سد كلشي هو خداها هو خدا الثقل ديالها هو كلشي هو، يعني انا ما بقاش عندي الجهد وما عنديش كيفاش ندير ناخذها ونصيفطها وشي حاجه، حيت انا ماما اوسي كنفرش لها غادي نشري لها الماكينه في المغرب ما غاديش نصيفطها غير نديتو من هنا باسكو ما بقاش عندي الجهد، اون بلوس باش تصيفطي شي حاجه من هنا كتلقى محسن كثر من الثمن ديال الماكينه نيت سي بور سا، الا ولا كانت شي ماكينه غاليه بزاف كتخلصي عليها واقيلا شي 150 اورو ديال المركوب ديالها ولا كثر، مي فوالا انا قلت غادي ناخذ لها كلشي في المغرب، هذا ما كان والله خداها هو وكنت عطيتها زعما لا قبل فهمتو، يعني ديجا كنت عطيتها ماشي لو كان ما كنتش عطيتها بوتيت كنت غادي نفكر، مي فوالا المهم غزولات ديالي هذا ما كان وكنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم، كنتمنى تطلبوا بالشفاء الوالده ديالي يا ربي باسكو باقي ما براتش حتى لتم، كنتمنى يا ربي وحتى انايا نبره من هذا الشيء، والله يشافي كل مريض والله يشافي كل واحد، الله يعطي الصحه لكل واحد مريض في هذا النهار،
والله يخلي كل واحد العائله ديالو، والله يحفظ كل واحد لحبابه. هذا ما كان الغزي ولاد ديالي، وصافي. وكنتمنى تلايكيو الفيديو وتبارطاجيو الى عجبكم، باش هكذا البنات يعاونوني على ود الماكينه. الله يخطيكم عليهم، ما تنساوش السولد اللي دايره لكم في السيت. صافي البنات، ما سخيتش بكم، تهلاو لي فراسكم بزاف. باي باي.